صباح الخير. خلونا مع بداية اجتماعنا نبتدي بكلمات المزمور 29. تعالوا نقف قدام الرب ونقدم له الكلمات دي. احنا داخلين محضره، داخلين قدام عرش النعمة، وجايبين هدايانا وتسبيحتنا وتقدباتنا ليه. خلونا بصوت واحد مع بعض نبدأ الكلمات دي. قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزا، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. صوت الرب على المياه، إله المجد أرعد، أرعد الرب فوق المياه الكثيرة. صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال، صوت الرب مكسر الأرز، ويكسر الرب أرز لبنان، ويمرحها مثل عجل لبنان، وسريون مثل فرير البقر الوحشي. صوت الرب يقدح له بنار، صوت الرب يزلزل البرية، يزلزل الرب برية قادش، يولد الإب ويكشف العور، وفي هيكله الكل قائل مجد. الرب بالطوفان جلس، الرب ملكا إلى الأبد، ويعطى لشعبه. الرب يبارك شعبه. نبارك اسمك، نبارك اسمك، نقدمك كل مجد وإكرام. أدخل لقدسك أطربك وحدك، طالبا حضور روحك. أنت إلهي ملجأي وصخرة خلاصي من أخاف. فتعالى بروحك أبصر من يدك.
كل المجد والكرامة. أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك، أهديك كل المجد والكرامة. أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك، أنت عظيم ليس مثلك. Yeah.
أنت مستحق الإكرام، أنت مستحق السجود، أنت مجدك يملأ كل الأرض. في هيكلك الكل قائل مجد مجد مجد. ساكن السماء ونسبح الحمد.
صنعنا ونعم شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. خلونا ليه المجد ليه التسقيف ليه التسقيف ليه المجد ليه الابتهاج. هللويا 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 ليه الشكر ليه الحمد. هللويا هللويا هللويا. خلونا واحنا واقفين مع بعض اشكر الرب سبحه بكلماتك اذبح الحمد لان ذابح الحمد يمجدني ذابح الحمد يمجدني. اشكرك 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 عشان كل ما وكل معونه وجودك وسطينا. اشكرك اشكرك نمجدك ونعظمك. Oh.
غمض قلبك كده واعلن له كلماتك. انا عايز الزق فيك، انت حبيبي البارع الجمال. ممكن واحنا بنسمع المزيكا كده طلع كلماتك للرب بصفتك الشخصية، مش كلمات ترنيمة انت حافظها. قوله بحبك، قوله مفيش زيك. في حنان يا سيدي، عيني
نباركك يا رب. امين. يكون لنا وقت نسمع كلمه مع الدكتور ماهر صمويل. صباح الخير. سعيد وكنت وحشني. فبشكر رب لأجل وجودي معكم، وأثق أنه بصلواتكم لأجل المتكلمين يعطي الرب كلاما لهم عند افتتاح الفم. على قلبي رسالة أصلي أن يستخدمها الرب لتعليمنا وبركتنا، أضعها تحت هذا العنوان: أرجوك اهتم بنفسك. أرجوك اهتم بنفسك. وحابب أستأذنكم في أن احنا نقف مع بعض ونقرأ جزء من كلمة الله من كلمات المعلم العظيم ربنا يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 8، وأبدأ القراءة من عدد 31. الرب يسوع في حديثه مع تلاميذه الأحباء يقول مرقس: وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وبعد 3 أيام يقوم. وقال القول علانية، فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره، فالتفت وأبصر تلاميذه، فانتهر بطرس قائلا: اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. ودعا الجمعة مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين. وقال لهم: الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. آمين. هذه هي كلمة الرب. خلونا وإحنا واقفين نقدم شكرنا للرب من أجل الكلمة، من أجل النور، من أجل الحق، من أجل الشفاء الموجود في هذا الكلام، ومن أجل الغذاء، ومن أجل الحرية المكفولة والمضمونة لنا في هذا الحق. في هذا الصباح لك حرية ولك شفاء. قال المسيح: تعرفون الحق والحق يحرركم. ويقول العهد القديم: أرسل كلمته فشفاهم. وقال إرميا: وجد كلامك فأكلته. قل له: يا رب أنا جاي لكي أغتسل بالماء بالكلمة، طهرني، وجاي جعان اشبعني، وجاي مريض اشفيني، وجاي مقيد حررني، ما عنديش حتة تانية أروحها غيرك.
وما عنديش وسيلة تاني غير حقك وتعليمك. اطلبي من الرب، اطلب من الرب معي، اطلبوا من الرب وأنتم تشاهدون هذه الكلمات وتسمعونها. قل يا رب ليكن هذا الصباح صباح مغير في حياتي. أبانا، بكل الخشوع والفرح والامتنان آتي إليك مع عائلتك، مع أبنائك أحباء قلبك، راجيا أن تعلمني وتعلمهم، راجيا أن تغنيني وتغنيهم، راجيا أن تشفيني وتحررني وتشفيهم وتحررهم. أبانا، إننا أبناؤك وأنت مسؤول عنا ونحن في عوز إليك. في اسم المسيح يا أبانا نسأل، آمين. الرسالة اللي على قلبي اللي بضعها تحت هذا العنوان أرجوك اهتم بنفسك، نابعة من وجع وألم في قلبي على إخوة وأخوات، أشخاص كثيرين أحبهم لكني أراهم يخسرون نفوسهم، أراهم يضيعون نفوسهم، أراهم يهلكون نفوسهم. وما يزيد الوجع أنهم يفعلون هذا في جو من النجاح المادي، في جو ومناخ من الخدمة أحيانا، فهناك صحة جسدية لكن هناك أمراض مدمرة نفسيا، وهناك رفاهية، رفاهية تصل إلى حد الثراء الفاحش ماديا، لكن هناك الفقر المدقع والخواء والفراغ المروع للنفس من الداخل. هناك بنيان ضخم من الخارج وفراغ عميق في الداخل، ضجيج وفراغ، ثراء وفقر، منظر جميل من الخارج وقبح مروع من الداخل. إخوتي، أخشى أن نكون قد اهتممنا بالماديات وأهملنا الروحيات، اهتممنا بالأمور التي ستفنى ولم نعد نهتم بالأمور التي ستبقى. وعلى قدر علمي إن أعظم وأروع ما سيبقى هو النفس البشرية، وإما أنها تبقى بقاء رائعا أو أن تبقى بقاء مروعا مخيفا مرعبا. علشان كده دعواتي في هذا الصباح هي مجرد صدى لتعليم المسيح العظيم المعلم والفيلسوف الأعظم وأعظم عقل وطأت قدماه الأرض، تعليم المسيح عن النفس البشرية. الشيء الذي يحببني في سيدي المسيح أنه عندما يتكلم كفيلسوف أو كعالم نفس يذكر ما يعجز الفلاسفة عن ذكره، ويعرف ما يعجز علماء النفس عن معرفته، إلا أنه يتميز عنهم ليس فقط بعمق المعرفة وسموها، لكن بالحب للنفس البشرية. كثيرون من الفلاسفة تكلموا عن النفس، كثيرون من علماء النفس قضوا أعمارهم ليدرسوا النفس، لكن ولا واحد منهم أحب النفس إلا يسوع المسيح. وعندما يتكلم المعلم من حب يختلف الأمر كثيراً عن معلم يتكلم من مجرد علم. وعندما يمتزج العلم العميق مع الحب العميق فإني أنصحك بأن تقبل هذا التعليم. ولم يوجد مثل المسيح
من عرف أعماق النفس البشرية ولم يوجد مثل المسيح من أحب النفس البشرية. لذلك عندما يتكلم المسيح إلي عن نفسي ويتكلم إليك عن نفسك ويتكلم إليك عن نفسك، أرجوك انتبه جيدا، انتبه. حديث الرب يسوع إلينا هو عن النفس. إيه القرينة اللي المسيح ذكر فيها هذا الكلام؟ المسيح في هذا الجزء تكلم عن إنكار النفس، وتكلم عن خسارة النفس، وتكلم عن خلاص النفس، وتكلم عن فداء النفس. وأحاول أوضح التعبيرات دي على قدر استطاعتي، وأحاول أعرف ما هي النفس. لكن قبل ما أعمل التعريفات دي وأوجه الرسالة التي على قلبي كيف تهتم بنفسك، حابب أشرح القرينة التي جاء فيها هذا الحديث. رب يسوع علم تعاليم كثيرة، أعتقد أننا إلى الآن لم نفهمها، وما زالت تعاليم المسيح صعبة. ولو دخلنا في أعماق عظة واحدة من عظاته، أعتقد أنه العمر لا يكفي. لكن غريب جدا أنه بعد ما علم سنين، بعد ما علم ربما آلاف العظات، كتاب يقول وابتدأ يعلمهم، كأنها مرحلة جديدة في عمق جديد، لأنه سيتكلم عن الصليب وعن النفس البشرية. ابتدأ يعلمهم. ألم تبدأ يا سيد منذ زمن في التعليم؟ أنت عمرك 12 سنة كنت بتقول اللي ما كانوش الشيوخ عارفينه، لكن في مرحلة جديدة في عمق جديد. فابتدأ يعلمهم، إنها بداية جديدة. وابتدأ يعلمهم ليس عن نفوسهم بل عن نفسه، أن نفس البشرية التي هي النموذج الأمثل لكيف تكون النفس البشرية بعد أن غابت ملامح النفس البشرية بسبب السقوط الطويل، وعاد المسيح بحياته الإنسانية على الأرض ليجسد من جديد ماذا يعني أن يكون الإنسان إنسانا، وما هي ملامح النفس البشرية السوية الصحيحة الناجحة القوية. قال إن هذه النفس ستصلب، وهذه النفس ستمضي إلى الصليب، وهذه النفس ستدخل في صدام عنيف مع الشيوخ، مع أعدى أعداء النفس البشرية، مع الكتبة، مع الكهنة، مع رجال الدين اليهود، أعدى أعداء النفس البشرية، وسيقتلونها. لكن الخبر الرائع أن هذه النفس التي تعيش وضعها الصحيح والتي ستتمم مشيئة الله، هذه النفس لا يمكن أن تموت. تتألم نعم، تتوجع نعم، لكنها حتما تقوم. النفس التي بحسب فكر الله، اعمل فيها اللي تعمله، دخلها في المية، دخلها في النار، هذه النفس لن تموت. فابتدأ يعلمهم قائلا إن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم ويرفض ويقتل، لكن ما خلصتش، وبعد ثلاثة أيام يقوم. وقال القول علانية، وكانت هذه صدمة ثقافية ودينية وحضارية لأبر الأحباء وأكثرهم إخلاصا له، لبطرس. إنه تعليم غريب، إنها صدمة فكرية. كان يسوع يصدمهم بتعليم لم يتعودوا عليها. نحن نفهم أن النفس البشرية هي ناجحة عندما تعيش الرفاهية، هي ناجحة عندما تعيش الوفرة والثراء، لكنك تتكلم عن نفسك أنت وهي أسمى النفوس
أنها ستتألم وينبغي أن تتألم وأنها ستقتل. إنه مفهوم غريب جعل بطرس يخرج عن اتزانه وعن عقله وعن أخلاقه، فترك مكان التلميذ وأخذ مكان المعلم، وأعطى لنفسه الحق أن ينتهر المسيح ويصحح له تعليمه قائلا له: حاشاك أن يكون لك هذا، أنا بفهم فيك أكثر منك، ما يصحش أبدا تقول عن نفسك أنه هيحصل لك كذا، هذا ضد ما تعلمناه، أنت هو الرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، أنت هو الرجل الغصن اسمه، أنت هو الرجل البار وحدك، فكيف يصير لك هذا؟ حشاك أن يكون لك هذا. لكن المسيح يرجعه إلى وضع التلمذة بسرعة وبغضب وبعنف مقدس، ولم أرى سيدي يتكلم معه هكذا يوم قال له: أنك ستنكرني يا بطرس. لكنه عنفه هذا التعنيف القاسي عندما ترك مكان التلميذ وأخذ مكان المعلم ليصحح للمسيح، عندما ترك مكان الاتضاع الذي فيه ينبغي أن نكون جميعا كتلاميذ نستقبل التعليم من السيد، وقال له كلماته الغاضبة الصعبة أمام الجميع: اذهب عني يا شيطان، أنت اذهب عني يا شيطان، في متى يقول له أنت معثرة لي، لكن هنا يقول له اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. إنجيل مرقس إنجيل جميل، لم يسجل الكثير من مواعظ يسوع كما فعل متى، لكنه كان يركز على أفعال يسوع، وعندما ركز على أفعال يسوع ركز حتى على نظرات يسوع، فهو الإنجيل الوحيد الذي يسجل 5 مرات أن يسوع نظر نظر نظر. وهنا يقول كلمة مؤثرة للغاية، لما بطرس بيقول له حاشاك انتهره، فالتفت مش إلى بطرس، لكن بصوا على النص من فضلكم، فالتفت وأبصر مين؟ تلاميذه، فانتهر بطرس. يعني قبل ما يرد على بطرس أتخيله ساد الصمت فترة، التلاميذ مخضوضين طبعا من اللي بطرس قاله ومن الأسلوب اللي بيتكلم به، صمت يسوع للحظة وقبل أن يرد على بطرس التفت وأبصر تلاميذه، وكأنه أب يرى أطفاله في حالة من الجوع الشديد ويقرر قرارا خطيرا مغامرا أنه سيقتحم معسكر العدو بكل خطورته لكي يأتي لهم بالطعام منه، فإذ بزوجته الحبيبة تحذره وتنتهر وتقول له: كيف تفعل هذا الفعل المجنون؟ إذا اقتحمت معسكر العدو لكي تأتي بالطعام لهؤلاء الأطفال الجياع سوف يقتلونك. لكن الأب بكل حزم ينتهرها، بس انتهرها بعدما أبصر جوع أطفاله، وكانوا بيقول له: عايزني ما موتش؟ ودول يروحوا فين؟ من يخلص هؤلاء إذا لم أذهب أنا إلى الصليب؟ اذهب عني يا شيطان، أنت لا تحبهم، أنت لا تفكر فيهم يا بطرس، أنت لا تفكر فيهم أيها الشيطان القاسي، فأنت جئت لكي تذبح وتقتل وتهلك، أما أنا فقد جئت لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. اذهب عني يا شيطان، من يخلص هؤلاء؟ إذا لم أذهب إلى الصليب يروحوا فين الغلابة دول؟ فالتفت وأبصر تلاميذه ثم انتهر بطرس. للأسف يا بطرس
لقد تأثرت بالسقوط، وتأثرت بالعالم، وتأثرت بالشيطان. لقد تأثرت بالسقوط، فالخطية جعلتك تدور حول نفسك وتستقل عن إلهك، فلا تفكر فيما يفكر فيه الله. لقد انفتحت عيناك بالسقوط، فلم يعد الله يرى لك، لكن صرت أنت ترى لنفسك، وأصبحت تفكر كما يفكر العالم الحاضر بثقافته التي تجعل كل شخص يدوس على الآخرين ولا يفكر إلا في نفسه. إني أراك ضحية الخطية الساكنة فيك، وأراك ضحية العالم الذي أنت تسكن فيه. ويا للعار يا بطرس عندما تعيش تلميذا للمسيح، لكن الذي يحكم فكرك ويشكل ذهنك هي الخطية الساكنة فيك والعالم الذي أنت ساكن فيه، ولا تفكر كما يفكر المسيح. كيف لا تفكر مثلي؟ كيف لا تفكر كما أفكر أنا؟ كيف تضادت واختلفت توجهاتك عن توجهاتي؟ أنت لا تهتم بما لله. كلمة تهتم لا تفكر. أنت لا تفكر فيما لله، لكن تفكر فيما للناس. أنت ماشي زي بقية الناس، لكن أنا عايز أقول لك، أنت لست فقط ضحية الخطية الساكنة فيك وضحية العالم الذي أنت تسكن فيه، لكن أنت ضحية شخصية رديئة أقصى جدا كانت وراء الخطية التي سكنت فيك، وهي وراء العالم الذي أنت تسكن فيه. هذه الشخصية هي إبليس. فاذهب عني، مش يا خاطي ولا يا عالمي، لكن اذهب عني يا شيطان. أخوتي الأحباء، هل نشعر بخطورة هذا الأمر؟ عندما نفكر في أنفسنا ولا نهتم بما لله، عندما نفكر كما يفكر الناس، عندما نفكر منطلقين من الخطية الساكنة فينا، أو عندما نفكر متأثرين بالعالم الذي نحن نسكن فيه، هل نعلم أن وراء الخطية وراء العالم هو إبليس؟ اذهب عني، مش يا خاطي ولا يا مؤمن عالمي، لكن يا مؤمن ضعيف، لا، اذهب عني يا شيطان. احتملوني يا أحبائي وسامحوني إن كنت أقصو في هذا الأمر. هل تعلم أخي، عندما تردد كلاما لم تفكر فيه، أنك قد تكون تردد كلام الشيطان وأنت لا تدري؟ أختي العزيزة، أنا عارف إحنا بنحب متعة الكلام، متعة الكلام، مش كده؟ أعرف إنه الناس بيقولوا هو الكلام عليه جمرك، أهلا، ويعرفوا إنه جمركه غالي جدا. نتكلم. هل نعلم أحبائي أننا كثيرا ونحن نتكلم بنكون بنردد كلام الشيطان وإحنا مش دريانين؟ كانش بطرس قاعد في السينما، كانش قاعد في قاعدة مستهزئين، لكن كان قاعد مع المسيح وردد كلام الشيطان. وابتدأ المسيح يتخذ هذه الفرصة لكي يعلم هذا التعليم، فدعا الجمع مع تلاميذه وقال له: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. التبعية اختيار، لكن حمل الصليب ليس اختيار. إن أراد، من أراد أن يأتي وراء، إنك تيجي وراء المسيح وتختار إنك تكون تلميذ لي، الأمر حرية تامة، ما فيش إجبار إنك تبقى تلميذ للمسيح، لكن من فضلك لو قبلت تكون تلميذ، لازم تعمل ايه؟ تحمل الصليب، ولازم تنكر نفسك. المسيح لا يجبر احدا على ان يكون له تلميذ. المسيح ما بيجبرش حد. انا وصوني كذا مره ما اتكلمش باللغه العربيه، فمتاسف جدا، هحاول اراجع نفسي، بس لغايه دلوقتي مفهوم كلامي.
ماشي يا سيد سامح، متشكر قوي، ميرسي كريم. فهمني حبيب، طيب ادم فهم كريم فهمني، خلاص يبقى هتكلم زي ما انا عايز. مسيح ما بيجرجرش حد يتبعه، مسيح ما بيلزمش حد يبقى تلميذ ليه، بس من فضلك، من فضلك ما تعملش نوع من التلمذة على مزاجك. إذا قبلت أن تكون تلميذا للمسيح لازم تبقى أخلاقك أخلاقه، وأفكارك أفكاره، وتوجهاتك توجهاته، والتعليم اللي هو حطه، الشروط اللي هو حطها للانضمام لمدرسته لازم تحترمها. معلش عشان خاطري، إذا قبلت أنك تبقى تلميذ في مدرسة المسيح احترم شروط التلمذة اللي هو حاططها. ما تعملش نوع من التلمذة على مزاجك، ما تاخدش الليبل، ما تاخدش العنوان أنا تلميذ للمسيح، وبعدين تتعلم أي تعليم وتعمل أي حاجة وتعيش اللي أنت عايزه ومحتفظ بهذا اللقب تلميذ المسيح. لابد أن يحترم تعليم المسيح. التلمذة اختيار، لكن حمل الصليب هو إلزام لكل من يلتحق بمدرسة المسيح. إن أراد أحد أن يتبعني أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. هوضح الكلمتين دول بعد شوية. ليه؟ يقول لأن أنا خايف على النفس البشرية. خايف عليها ليه؟ عشان بحبها. يعني أنت بتحب نفسي؟ بحبك، بحبك قوي، بحب نفسك قوي. وبعدين على فكرة أنا شايف نفسك بطريقة أنت مش شايفها بيها، ومقدر نفسك بطريقة أنت عمرك ما قدرتها. لا لا لا، أنا مقدر نفسي لا لا لا، صدقني هو شايفك ومقدرك بطريقة غير اللي أنت شايف نفسك بيها، لأن الحقيقة أنت ما عشتش نفسك زي ما هوضح بعد شوي، ولا تعرفها. انت كل اللي بتعمله انك بتأذيها وانت مش واخد بالك، وده هوضحه برضو. ليه يا رب عايزني اتبعك واحمل الصليب وانكر نفسي؟ قال علشان عايزك تهتم بنفسك وتخلص نفسك. غريبة قوي، ينكر نفسه فيخلصها. هوضح الكلام ده. بيقول فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، لكن من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو. يبقى المسيح عايز في النهاية هلكها ولا خلاصها؟ عايز خلاصها. المسيح عايز خلاص النفس، بس الطريقة الغريبة العجيبة اللي بيحطها علشان نوصل إنكارها إهلكها علشان في النهاية نخلص. دي مش حاجة وحش، النفس مش حاجة وحش، النفس دي هو اللي عاملها، دي مخلوقة على صورته، دي أغلى حاجة على قلبه، دي اللي جابته من السماء، دي اللي مات علشانها، فهو غايته خلاص نفسك. بس السكة اللي بيرسمها لخلاص النفس واضح جدا ان انت شريك معه في خلاص نفسك. انت مش هتقعد تتستت وهو يخلصها لك، لكن انت شريك في خلاص نفسك، وعلشان تخلص نفسك انت محتاج انك تعمل ايه؟ تنكرها وتهلكها. وده هوضحه. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر؟ يا الرب الحبيب يسوع يرى أن النفس أثمن من العالم كله. أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ النفس كريمة هي فديتها. Precious. النفس ثمينة جداً، حتى أن الفدية، فدية النفس لا يقدر عليها الإنسان. ماذا يعطي الإنسان فداء؟ كيف يفدي الإنسان نفسه؟ لا يستطيع. يقول في المزمور، كريمة، المزمور 50، كريمة هي فدية نفوس فغلقت إلى الظهر، يعني استعصت على الجميع. حتى جاء شخص يقول ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويعمل إيه؟ ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. ثم يقول، وعلاقة الكلام اللي جاي باللي فات بالصليب
هوضحه بعد شوية، وبقولت حوالي 5-6 حاجات هوضحهم بعد شوية، إن شاء الله ربنا يساعدني وأقدر بسرعة أوضحهم. لكن رح على طول ربط بحكاية إهلاك النفس إنه هيخلصها، ألومه اللي مش عايز يهلكها لأنه معناها إنه بيستحي بيا، اللي مش عايز ينكر نفسه علشاني يعني بيستحي بيا، أنا عايز أبلغه خبر وحش إن أنا كمان هستحي بيه، مش هستحي بيه هنا، العالم ده زبالة، ده ما يلزمنيش، سوري في الكلمة الصعبة دي، لكن هستحي بيه في العالم المحترم، والعالم المحترم ده جاي جاي، ملكوت الله جاي جاي، والوضع اللي شايفاه العين ده مش هيستمر، لكن هيجي يوم ويقول الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا. هيجي يوم وهيبقى الرب يسوع ملك عظيم على كل الأرض، هيجي يوم وهيكون الرب وحده واسمه وحده، هيجي يوم وهتغطي معرفة الرب الأرض كما تغطي المياه البحر، هيجي يوم وفيه ستكسو باسم يسوع كل ركبة. إننا حاليا في الجيل الفاسق الخاطئ، لكن هذا الجيل، هذا الآيون، هذا الدهر ليس هو الكل، يوجد دهر آتي، في دهر آتي، وفي الدهر الآتي سيأتي الابن متوجا ملكا عظيما، ومن لم يستحي بيسوع في هذا الدهر الحاضر الشرير يسوع لن يستحي به. لكن من يستحي بيسوع ولا ينكر نفسه هنا؟ الخبر الوحش، آسف أقوله لك، يسوع سوف يستحي بك. هيقول ما عرفكش. أنا عايز أقول لك هيبقى حالك بائس جدا يوم ما يسوع يقول ما عرفكش. حد فينا عدى في خيبة أمل كبيرة، كنت حاطط أمل على حد معين كبير شوية، وكنت معلق عليه كل الأمل إنه يحللك المشكلة دي، وعشت سنين مستني اللحظة اللي هتوصله فيها علشان يخلص لك العاية اللي عندك ولا المأساة اللي عندك، وبعدين حد دخل له اسمك وطلع لك بالرد هو بيقول ما يعرفكش. انت متخيل؟ متخيل؟ اهو ده اللي حصل. قالوا له أليس باسمك تنبأنا؟ وباسمك أخرجنا شياطين؟ وباسمك صنعنا قوات؟ حينئذ أصرح لهم اذهبوا عني يا فاعل الإثم، إني لم ما أعرفكمش، ما أعرفكمش، أنتوا ما كنتوش تلاميذي، أنتوا ما أنكرتوش النفس، أنتوا ما تبعتونيش، ما أعرفكمش. لا، في عالم تاني، أمين؟ في واقع تاني؟ أمين؟ قال لهم طب أنا هعمل لكم بروفا، ريهيرسل، هعمل لكم عينة علشان يبقى عندي شهود، كل كلمة تقوم على فم شاهدين أو ثلاثة، هعمل لكم تجربة عملية تؤكد ليكم أن العالم الآخر واقع حقيقي وليس مجرد أفكار جميلة بنهرب إليها من بؤس هذه الحياة، يوجد عالم آخر، يوجد واقع آخر حقيقي مادي رائع جدا هنكون فيه. فرح واخد ثلاثة منهم وصعد بهم إلى جبل عالي، وهناك تغيرت هيئته، كان وجهه يلمع كالشمس، ظهر بمجد رهيب، بس كله كان بيلمع بالمجد. دي ملاحظة بين قوسين كده من الحاجات اللي بحبها، إنه موسى لما طلع على الجبل نزل جلد وجهه يلمع، لكن يسوع وجهه اللي بيلمع. معايا أنا تفرق، ما بقدرش أفوت الحاجات دي، في فرق كبير إن جلد الوجه يلمع وبين الوجه نفسه، أصله ده بيعكس نور، لكن يسوع هو النور، هو اللي بيطلع المجد. يسوع مش يشوف مجد فيعكسه، لا، يسوع هو بيخر مجد، بينبع مجد، هو المجد. يا ما أحلى الارتباط بهذا الشخص.
لا كمان علشان يقول لنا ان العالم ده واقع من 2000 سنة ومن حوالي 800 سنة كان في رجلين، واحد مات من 2000 سنة جسده ايه اللي جراله؟ راح. واحد تاني مات من 800 سنة ما ماتش، متأسف. واحد تاني عمل ايه؟ صعد، بس اللي صعد بجسده حي، واللي مات وتحلل الاتنين ما راحوش، الاتنين موجودين. خدوا اسماء مختلفة؟ لا، موسى موسى وإليا إليا، وظهر له بمجد. وعندهم علم وعندهم ذاكرة وعندهم شركة معاه، ظهرا له يتكلمان معه عن خروجه المذمع أن يكمله في أورشليم. يعني واضح أنه قبل ما يجي يسوع، يسوع كان هناك وهم معاه، وحدث حديث بينهم هناك في هذا العالم الآخر، حيث كانوا يمثلون في حضرته يستمتعون بالشركة معه، وعرفوا شيئا عجيبا عن هذا الخروج الرهيب عندما يخلي نفسه آخذا صورة عبد، ويعرف أنه سيكمل عملا رهيبا لم يخطر على بال إنسان. فجم علشان يتكلموا معاه، والمنظر كان رهيب لدرجة أن بطرس قال بصراحة مش عايزين نمشي من هنا، جيد يا رب أن نكون ها هنا نصنع ثلاث مظال، لك واحدة، لموسى واحدة، لإلي واحدة. لكن أول ما قال كده دوى صوت كالرعد من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له وحده اسمعوا. واختفى موسى وإلي، وكأن الروح القدس يقول لبطرس لم يأتي الوقت بعد، لم يأتي وقت المجد النهائي، حيث استقرار المجد إلى الأبد، حيث غياب الشيطان إلى الأبد، حيث غياب الخطية إلى، سيأتي هذا الوقت، لكن لسه عليكم شغل. انزل يا بطرس. ولما ينزل بطرس ويعقوب ويوحنا، فاكرين لقيوا إيه عند الجبل تحت؟ لقيوا المجرم إبليس ماسك طفل وعمال يعذب فيه، والتلاميذ ما كانوش قادرين يطلعوا الشيطان. منظر مرعب انك تلاقي شيطان بيعذب طفل. الاسبوعين اللي فاتوا شفت المنظر ده وقد ايه كسر قلبي على العذاب الذي تعانيه البشريه من وراء الارواح الشريره. وكانه الرب يسوع او السماء بتقول لسه ما جاش وقت الراحه، لسه في شغل لينا على الارض. انزل يا بطرس ويعقوب ويوحنا لانه في شغل. ونزلوا، اختفى المنظر اللي فوق، تلاشى موسى وإليه لا موجودين، وهنروح لهم كلنا بنعمة الرب، وهنكون معاهم، وهيكون يسوع وسطينا، وهنسمع إلى أبد الآبدين هذا هو ابن الحبيب له اسمه. إذن هذا الواقع الآخر هو الذي يعطي القوة ويعطي الطاقة ويعطي الدافعية الموتيفيشن علشان نعمل اللي عايز أقوله، إن احنا ننكر النفس. بس وراهم بعنيهم. تعرف بطرس بعد الحكاية دي اتغير تغيير كبير، خصوصا لما جه الروح القدس وذكره بالكلام ده. ففي مرة كان بيكتب وخلاص هو عارف انه هيتصلب وهيموت، لكن يقول لهم انا لما بكلمكم بقوة ربنا يسوع ومجيئه مش بقول لكم خرافات مصنعة، لا. فاكرين قال ايه ساعتها؟ إذ كنا معه على الجبل المقدس معاينين عظمته، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى، أنت ابن الحبيب له، هذا هو ابن الحبيب له اسمع. قبل مجدا وكرامة من الأب. العالم الآخر الذي فيه يسوع مكلل بالمجد والكرامة، متوج مليكنا إلى الأبد، العالم الآخر حقيقة، حقيقة، وإحنا فيه روحيا دلوقتي، وعن قريب لن يكون سوى هذا العالم. كده عدى النص السهل من الوعظة. الجزء اللي باقي عايز أعمل فيه شوية تعريفات، ودي شوية نصايح لنفسي.
احنا عرفنا القرينة، يسوع كان بيتكلم عن النفس في انهي كونتكست، لكن قال كلام كتير عن النفس، عن انكار النفس، عن خسارة النفس، عن خلاص النفس، عن فداء النفس. فعرف الخمس حاجات دول واكتفي. ما هي النفس؟ ايه هي النفس؟ في كلمتين في اليوناني استعملهم الروح القدس يشير بيهم الى النفس، شاربكم باليوناني، لكن الخلاصة ان كلمة منهم لما بيستعملها الروح القدس بيستعملها ليشير الى الشخص بالمقابلة مع الاخر، مع واحد تاني. فلما اقول من يضع نفسه، لما اقول هل ينقسم الشيطان على نفسه، على ذاته، بيترجموا احيانا في العربي ذاته، يعني عايز اقول الشخص نفسه. لما اقول الشخص نفسه يعني اقصد انه محدش تاني، هو، اقصد هو بالذات. لكن مرات يستعمل كلمة نفس بالكلمة اليونانية بسيك، معناها النفس المكون الروحي اللي بالمقابلة مع الجسد. زي ما يقول مثلا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، يبقى بيتكلم عن النفس بالمقابلة مع الجسد. واضح الكلام؟ سهل. يعني مرة هنقرأ النفس في العهد الجديد بالمقابلة مع الآخر، ومرة يتكلم عن النفس بالمقابلة مع الجسد. إيه العلاقة بين الاثنين؟ يمكن أقدر أوضحها، لكن خليني أركز على الأهم، النفس بالمقابلة مع الجسد. ما هي النفس؟ أعرفها تعريف وأوضح. أقول هي هذا المكون الغير مادي في الإنسان الذي يحوي الوعي ويحيي الجسد، وهو الذي يجعل الإنسان إنسانا ويجعله نفسه. سهل ولا حاجة تفهمت منه؟ طيب هقول تاني ونفكها واحدة واحدة، بس كويس انكم ضحكتوا، يعني على الأقل النفس تتفتح نعرف. ما هي النفس؟ مكون غير مادي. دي سهلة ومتفقين عليها، حاجة كده مش عارف هي فين، معرفش هي فين، جنب الكلية الشمال، بين الفصين بتوع المخ، معرفش. طبعا أصدقائنا وإخواتنا الملحدين والماتيرياليستس عموما قالوا لنا بلاش الهجس ده، فيش حاجة اسمها نفس، أنت جسدك، أنت يور بادي، مفيش حاجة تاني خالص، مش مجاله ولا مكانه، ولا عندي وقت أن أنا أثبت خطأ هذا الفكر فلسفيا وعلميا، أنه من المستحيل أن أكون أنا مجرد جسدي، لكن أنا أكتر من جسدي. لكن من ناحية الإعلان الكتابي اللي احنا بنحترمه، الكتاب بيتكلم كتير عن مكون روحي ومكون مادي. مثلا لما الرسول بطرس ده اللي كان حاضر الحكاية دي يقول أنا عالم إن خلع مسكني قريب. لما الرسول بولس يقول إذا نقد بيت خيمتنا الأرضي لنا بناء، يبقى البيت اللي أنا ساكن فيه يختلف عن الساكن. البيت هو الجسد، الساكن هو النفس. إذن طبقا لإعلان الكتاب المقدس، في ناس كتير أنا عارف عندهم اعتراضات في 8 نظريات بتشرح علاقة النفس بالجسد، لكن لما الرب يسوع يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لكنهم لا يقدرون أن يقتلوا النفس، يبقى إذن بيميز ما بين النفس والجسد. والرب يسوع علم عشرات المرات إن الجسد ممكن يفنى في الأرض لكن النفس خالدة إلى الأبد. النفس هي هذا المكون غير المادي في الإنسان، بتعمل إيه؟ اسمعني، التي تحوي الوعي، الوعي consciousness، الوعي. عارف لما واحد بيعمل عملية بيدوله بنج، في البنج بنعمل ايه؟ بنموت الجسد، ما بنموتش الجسد، لكن بنعمل ايه؟ بنغيب الوعي، ولما يفوق من البنج بيرجع له ايه؟ بيرجع له الوعي، فنفسه ترجع تاني تمارس وظائفها من خلال
الجسد. ما هو الوعي؟ الوعي هو خمس حاجات ما تنساهمش: المشاعر، الرغبات، الأفكار، المعتقدات، الإرادة الحرة. فلما أقول واحد غاب وعيه، يعني هو في حالة لا شاعر ولا بيرغب ولا بيفكر ولا يعرف معتقداته ولا عنده إرادة حرة. عشان كده الدكاترة يقطعوا فيه زي ما هم عايزين، هو بعيد عن الوعي. بس أول ما يبدأ يفوق من البنك ترجع المشاعر، خايف أو عامل دماغ من البنك، ممكن مبسوط، حاسس بسلام غريب كده وراحة غريبة من نوع البنج اللي خده لما يبقى نوع محترم يعني وكويس، يحسه مبسوط قوي، أو يشعر بألم، يبدأ يشعر بعطش، بعدين يبدأ يفكر هو أنا فين، بعدين يقول أنا عندي صداع، يظهر عشان ما شربتش قهوة، فهو عنده معتقد أن القهوة لو ما شربتهاش تجيب صداع. بعدين يبدأ يقول طب أنادي على الممرضة ولا أقوم أنا وامشي، بس في خراطيم. لا، فيقرر بعد كده أنه هو ينادي، وبعدين يقول بدل ما نادي واتعب روحي ممكن أدوس على، فبيستعمل إرادته الحرة في أن يقرر أي اختيار. هو ده اللي اسمه إيه؟ الوعي. والوعي ده موجود فين؟ في النفس. فالنفس هي التي تحوي الوعي، وهي التي تحيي الجسد. فلو النفس خرجت بقى من الجسد، اللي بيجراها، اللي بيجرى الإنسان، بيموت. اسمعوا كلام الكتاب يا أحبائي. يقول الكتاب عن النفس فيها الحياة، هي التي، عشان كده ممنوع سفك الدم، لأن النفس في الدم. كتاب في العهد القديم يقول كده، وعشان كده كان بيقدم كفارة عن النفس. فالنفس هي التي تحوي الوعي، وهي التي تحيي الجسد. لكن في نقطة في منتهى الأهمية الأخيرة، هي التي تجعل الإنسان إنسانا. بدون النفس الإنسان مش إنسان، زي الشمبانزي. عايز أقولك على معلومة طبية ما تتخضش منها: الاختلاف الجيني بيننا وبين الشمبانزي أقل من 1%. مفيش مشكلة في الجسد، وده ما يثيرش استغرابي أبدا، بل بالعكس، أصل الصانع لجسم الشمبانزي عملها فين؟ الشيطان عمل جسم الشمبانزي. الصانع واحد، الديزاينر واحد، الشركة اللي صممت الاثنين واحد، بس أنا مش مجرد جسد. والحيوان عنده نفس، بس النفس بتاعت الحيوان تختلف اختلافا كليا عن نفس الإنسان. أدي مثل واحد لتخرج الأرض ذوات أنفس حية، لكن الإنسان نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فالنفس هي التي تجعل الإنسان إنسانا. الإنسان إنسان مش بالجسم بتاعه، لكن الإنسان القشرة المخية عند كثير من الحيوانات متطورة للغاية، لكن النفس هي التي تجعل الإنسان إنسانا. لكن الأهم عندي هي التي تجعله نفسه. فنفسي هي ذاتي، نفسي تختلف عن نفسك. ما يجعلني أنا أنا وما يجعلك أنت أنت مش مجرد إنسان، لكن فلان الفلاني مش ملامح وشك، لكن هي نفسك. دي النفس. النفس دي في الإنسان، اسمعوني من فضلكم، مرتبطة وملتصقة بالروح، والروح تعطيها وظيفتين. الوظيفة الأولى تجعلها قادرة على التواصل مع الخالق، الحيوانات ما تقدرش. والأمر الثاني تجعلها خالدة إلى الأبد، بينما الحيوانات غير خالدة. ناس بتسأل أحياناً، هو العالم الآخر فيه حيوانات، الأرض الجديدة فيها حيوانات؟ ما عنديش مانع أن ربنا يخلق حيوانات، بس مش خالدة، لأن الخلود طابع الأرواح العاقلة. ممكن ربنا يخلق وديها تعيش، معرفش قد ايه، هو حر. انا لسه ما روحتش، لما اروح هنشوف وهنتعرف وهنستمتع وهنتفسح هناك، وهتبقى حاجه فعلا في غايه الجمال في الارض الجديده والسماء الجديده. لكن اللي ادركه حاليا ان النفس البشريه مرتبطه بالروح. الله اسمه اله ارواح بني البشر،
الله الذي أعبده بروحي، روحي. الساجدون الحقيقيون بالروح، وهنا مش مقصود الروح القدس، لكن small s، الروح الإنسانية، السجود وعبادة روحية. طبعا أكيد الروح القدس هو الذي يقودنا للسجود، لكن بيتكلم عن سجود روحي بالمقابلة مع السجود المادي. هذه الروح تعطيني القدرة على العلاقة مع الله، وأقول حاجة خطيرة، والقدرة على الاتصال بالأرواح الشريرة، لأنها روح قادرة تتواصل مع الأرواح الشريرة، وده سر البلاء في هذا العالم. لكن كمان تعطيها الخلود. هذه النفس البشرية، دي اللي الرب يسوع بيدعوك النهاردة وبيقول لك أرجوك اهتم بيها. أنا عارف أنت بتهتم بجسدك، صح؟ كل شوية تحليل، كل شوية رياضة، وكل شوية أكلة هنا وأكلة هنا، وكل شوية تغيير مناظر، وكل شوية متعة هنا ومتعة هنا. مش حرام، مش غلط، على العين والرأس، بس كل ده في منطقة الجسد. رجائي في هذا الصباح اهتم بنفسك، اهتم بنفسك شوية، اهتم بها شوية. يعني اهتم بنفسي، يعني اهتم بوعيك، اهتم بمشاعرك، اهتم برغباتك، اهتم بأفكارك، اهتم بمعتقداتك، اهتم بإرادتك الحرة. يعني اهتم بيهم، يعني خليهم في الوضع صحيح. وده خليني أعرف يعني واحد يخلص نفسه. ما هو خلاص النفس؟ أو ما هي ملامح النفس التي خلصت؟ مش قادر أحط تعريف يعني يصور اللي أنا حاسه واللي فهمه من كلمة ربنا، لكن أقول الملمح من برة وبعدين أدخل لجوه. كلام صعب شوية، بس أنا قلت أنه صعب، بس إن شاء الله هيعدي. الملمح من برة، أرى شخصية قوية. لما أقول شخصية قوية أنا بتكلم عن جسد ولا نفس؟ نفس. أرى شخصية قوية، وأرى رسالة في الحياة مثرية تغني، وأرى علاقات محيية. أتفرج عليك ألاقيك شخصية قوية، ألاقيك ليك رسالة في الحياة مثرية، ولاقيك في علاقاتك محيية. يعني ايه شخصية قوية؟ يعني مش تابع، يعني مش كلمة توديك وكلمة تجيبك، يعني مش اهو ماشي على اللي ماشيين عليه، بعمل اللي بيعملوه. يعني لا ارى اي قوة في شخصية تخضع للبير بريشر، لضغط الاقران. لا ارى اي نوع من الشخصيه القويه لشخص يعمل مشيئات الجسد والافكار، فجسمه ركبه مش هو راكب جسمه. كل اللي رغبات من الجسم ينفذها. شخصيه ضعيفه. الشخصيه القويه، الشخصيه الملتزمه التي تعرف معنى الالتزام. الشخصيه القويه هي الشخصيه التي تحب حصريا وتعرف كيف توجه هذا الحب لهذا الشخص وهذا الحب لذاك الشخص، وتعرف الحدود والأبعاد. الشخصية القوية هي القادرة على التفكير، على التخطيط، على النظام، على التمييز بين الكذب والحق. شخصية قوية على فكرة، هو ده اللي الرب عايزه، وهو ده خلاص النفس، أن تكون شخصيتك قوية. في الاجتماع الثاني، وأرجوكم تبقوا معنا، هتكلم عن مثال عملي لواحد خسر نفسه من وجهة نظري. بس أقولك على مفاجأة غريبة، وراح السماء. حد يعرف الشخص ده؟ لوط، شمشون. لوط عندي يقين من كلمة ربنا أنه هو في السماء. بس مين فيكم يحب أن شخصيته تكون شخصية لوط؟ مسخرة، صح ولا مش صح؟ طب مين فيكم سمى ابنه لوط؟ طب مين يحب يتسمى لوط؟ ليه؟ ماله؟ راجل راح السما، هما اللي بيروحوا السما دول القديسين. ده راجل بار، وكتاب قال عنه بار،
يلا شد حيلك وسمي ابنك لوط. أتحداك تعمل كده. تعرف ليه؟ عشان مش مائز من شخصيته. هتكلم عنه في الاجتماع الجاي وهبهدله. ايه فرحانين في لوط؟ لا، وهتكلم كمان عن مرات لوط، لانه الكتاب قال اذكروا مش بس لوط، اذكروا امرأة لوط. وهشوف هذه التي عاشت من اجل الاشياء واهملت نفسها كيف صارت في النهاية شيئا. فمن يعيشون من اجل الاشياء يصيرون في النهاية شيئا. راحة النفس، راحة النفس. هؤلاء الذين تعلقوا برغبات الماضي وعاشوا من أجلها سينتهوا نهاية مروعة، مش عذاب، لكن شيء، عمود ملح. أزعم أنه إلى حد ما، من وجهة ما، لوط ربح السماء لكنه خسر نفسه. يعني إيه خسر نفسه؟ يعني عاش بلا شخصية قوية. ليه رايح لأرض كنعان؟ عمي رايح. طب انت مالك ومال عمك؟ طب عمك شاف رؤية، وعمك ربنا ظهر له، ده عمك بيقول عنه اسطفانوس ظهر إله المجد. مالك انت ومال عمك؟ عمي كويس وانا امشي مع عمي. عمي ما بيعملش حاجة غلط. يا اخي عيب، فين دماغك؟ راجع قراراتك. يعني انا هاخد قرار احسن من عمي؟ انا اروح مع عمي. مش عايز احرق الوعظه بتاعت الاجتماع الثاني، لكن شخصيه هزيله. طب وايه اخبار علاقاته؟ بتخاصم مع عمه ولا ما تخاصمش؟ اول مخاصمه اللي لقيها في الكتاب بين اثنين، متخاصم. بصراحه حاجه سخيفه، حاجه سخيفه فعلا. يعني لو انا موجود اقول له عيب، عيب يا لوط، عيب العين ما تعلاش على الحاجب يا لوط. خلي عندك يعني يظهر. انا هبدا ابهدل من دلوقتي، انا اجل. طب ايه اخبار علاقته بمراته؟ ملوش كلمه. ايه اخبار علاقته بعياله؟ ضياع. ايه اخبار علاقته باسهاره؟ مازح. ايه اخبار علاقته بجيرانه؟ فضيحه. لكن رايك في ابراهيم؟ ايه رايك في ابراهيم لما يقول لابنه حبيبي؟ وعلى فكره في بعض الدراسات بتقول اقل تقدير انه كان في العشرينات، البعض بيقول فوق الثلاثين. اين الخروف للمحرقه يا ابي؟ الله يرى له الخروف. وبعد لحظات اسحاق حبيبي انت اللي هتذبح من عيني دي وعيني دي يا بابا، وكلمتك لربنا ما توقعش الارض. تفضل. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ وصار في قلبها لما يجيها الخبر من فم العلي نحو زمان الحياة آتي ويكون لسارة ابن، أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي. واو، ايه الهيبة دي؟ ايه الجمال ده؟ ابراهيم نفس سوية، نفس تشرف، نفس خلصانة، نفس خلصت من الضعف والهزال والخطية الساكنة، نفس حرة كريمة، شخصية قوية. والعلاقات، تفرج على العلاقات، تفرج على العلاقات الناجحة في كل المجالات، روعة. رجل قادر على اتخاذ القرارات الصعبة. إبراهيم اسمع القول سارة، اطرد الجارية مع ابنها. سهلة ولا صعبة؟ تقطع. حاضر يا رب. يعرف يقول حاضر. إبراهيم قدم إسحاق. حاضر. كم واحد يسمى إبراهيم؟ ده أبرام وإبراهيم وأب كل حق وإبراهام. في كل حتة في الدنيا هتلاقي رؤساء، تلاقي إبراهيم، لعيبة كرة تلاقي إبراهيم، كل حاجة هتلاقي إبراهيم. بصراحة شخصية تشرف، نفس ناجحة. النفس الناجحة، النفس الخالصة، النفس التي استمتعت بعمل الله فيها فافتديت وشفيت وتحررت، أرى ملامحها. شخصية قوية ثم رسالة
مثرية. يعني بصراحة غيابه يفرق. يعني لو مش موجود كنا هنحس بفرق. عارف كده في شخصيات قال عنها الدكتور زكريا إبراهيم في كتاب من كتبه الجميلة الفلسفية، قال هناك بعض الناس يعبرون في الحياة يتركون أثرا حيثما ذهبوا، وبعض الناس تعبر عليهم الحياة ولا تدري بهم، دخل طلع ولا حد حس ولا حس ولا خبر، ما فيش أي أثر. وإن كنت أختلف شوية مع الفكر ده، لأنه اللي ما بيعملش أثر إيجابي حتما بيعمل أثر سلبي. لكن النفس السوية الخالصة مثرية تتركه أثرا. تخيل العالم النهاردة، حاول تقرأ تاريخ العالم وطلع منه واحد اسمه بولس، حاول تدرس تاريخ الإمبراطورية الرومانية النهاردة لو ما كانش فيه شخص اسمه بولس، حاول تتخيل التاريخ المسيحي من غير شخص كان صياد سمك اسمه بطرس، حاول تتخيل تاريخ البشرية من غير شخص اسمه داود أو اسمه إبراهيم، حاول تتخيل تاريخ البشرية من غير شخص اسمه يسوع المسيح، كان يبقى شكله إيه العالم ده؟ تخيل غياب القيم، ضياع تعريف الأخلاق، ضياع معنى الإنسانية. كيف كنا نعرف من هو الإنسان ومن هو الله لو ما كانش في شخص اسمه يسوع المسيح؟ قسم التاريخ وله الحق وحده أن يقسم التاريخ، فيش حد غيره يقسم التاريخ. شهادات من المحبين والأعداء، قال عنه جان جاك روسو أبو الثورة الفرنسية، مفجر الثورة الفرنسية، العقل الأعظم بين الفرنسيين، لو دخل علينا سقراط لوقفنا احتراما، لو دخل علينا يسوع المسيح لخررنا سجودا. هي دي الشخصية. والخبر الرائع، جاء حبيبي ومعلمي وسيدي ليجعل نفسي شبهه. وأعلمني هذا الخبر الرائع أنك يا ابني خلقت لكي تكون مشابها صورة ابنه. عايزك يسوع تاني يا حبيبي، عايزك يسوع تاني يا حبيبي. يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح بقوة شخصيته. كنت اليوم أسبحه منذ الصباح منبهرا بعقله، عقله، عقله، حواراته، قوة منطقه، دفاعاته، عندما يدافع عن المساكين، عن الضعفاء، عندما يتكلم مع المتكبرين، مع الفريسيين، كان عملاقا في الفكر، لم يتراجع إطلاقاً ولم يهزم في موقعة فكرية واحدة. ومش بس لم يهزم في موقعة فكرية، لم يهزم في موقعة شيطانية واحدة. دخل إلى التجربة في الجبل وخرج مرفوع الرأس، دخل إلى الصليب وخرج مرفوع الرأس، دخل إلى البستان ليجرب بحمل ثقيل، صرخ بسبب بدموع، لكن خرج قائلاً الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها. اجعل سيفك في غمده. هذا هو يسوع الإنسان اللي أنا مخلوق علشان أكون شبهه. وعندما يخلص نفسه يعطيها هذه الشخصية القوية ويعطيها رسالة مثرية، لكن أيضا يعطيها علاقات محيية. واليومين دول أنا حاسس بالحكاية دي قوي. في ناس أول ما تشبك معهم في علاقة يتسرب إليك الموت، اسمعني كويس، وفي ناس أول ما تدخل معهم في علاقات تتسرب إليك الحياة. ويا إما يا حبيب قلبي بتشرب موت من قنوات العلاقات أو بتستمد حياة، ويا إما يا حبيب قلبي بتسرب للآخرين موتك، يا إما بتورد لهم حياتك. أنت في علاقاتك إما أن تكون ميت وتميت أو حي العلاقات، أوه على العلاقات، أوه على العلاقات. يا ما نفسي أتكلم كتير عن العلاقات، إن أساس الجوهر الإلهي في المسيحية علاقة، علاقة. الله واحد لكنه ثالوث، وهذا الثالوث قائم على علاقة. العلاقة في مفهومنا المسيحي جوهرية، هي جوهر النفس البشرية. فأنت في النهاية علاقاتك، وإما العلاقات اللي أنت فيها يا بت تفطسك وتموتك، يا إما بتحييك. شخصية الخلصانة، النفس الخلصانة، النفس السوية، شخصية قوية، رسالة مثرية مغنية. اسمع بولس،
حبيب قلبي الرجل ده محترم، عنده عزة نفس وكرامة غريبة الشكل، وعنده تواضع مرعب، بس يقول لك كفقراء. يعني ايه يعني؟ يعني انت مش فقير؟ لا 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 مش فقير. ك طب انت ايه، غني؟ لا 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 مش غني. امال انت ايه؟ انا حبيبي مش غنى، انا مصدر غنى. كفقراء ونحن نغني كثيرين. واغنى كثيرين دخل اوروبا، قلب ملامحها ولا ما قلبهاش، غير ولا ما غيرش، فيش بيت دخلوا الا واغنى واثرى. على فكره انا مخلوق كنفس لكي اثري الاخر، مش انهب الاخرين. في ناس للاسف الشديد وانس انك تدخل في علاقه معاهم، مش اقول لك حسس على جيبك، مش دي القضيه، لكن حسس على حاجات كتير تاني، واخطرهم حسس على عقلك. طبعا انا متاكد ان في ناس جيبها يهمها اكتر من عقلها، بس ده عيب لما يبقى جيبك اهم من عقلك. ما تخليش عقلك يلم. في ناس هتضيع لك حاجات كتيره من اتزانك. خليك حريص. ماذا يعني ان الرب يخلص النفس؟ وماذا تعني ان الشخص يخسر او يهلك نفسه؟ كلمه الهلاك، احنا لما بنقول هلاك النفس للاسف الشديد بنفهمها بمعنى، وده غصب عننا كلنا وانا اولهم، بنفهمها على انه كان حاجه بتحرقها فبتتدمر، لان الكلمه اهلاك هي نفسها ديستروي، دمار، تدمير. لكن بننسى ان النفس ما هيش شيء مادي، فما اقدرش اقول ان النفس تتدمر او النفس تهلك، يعني بتتحلل لانها ما هيش ماده علشان تتحلل. لكن اتخيل وافهم هلاك النفس ان النفس في مكوناتها او بدقه امكانياتها العظيمه الرائعه كمخلوقه على صوره الله، من حيث الفكر، من حيث الرغبات، من حيث الاعتقاد، من حيث الاراده الحره، من حيث القدرات العلاقاتيه، النفس في امكانيات رائعه. اسمع، لا تنمو، لا تنسجم مع، لا تاخذ شكلها النهائي الذي يميزها عن غيرها، لا تحقق وظيفتها التي قسمها الله لها في هذه الحياه. هذه النفس الهالكه. وبناء عليه ما هو فداء النفس؟ هو ان الرب يسوع المسيح مرسلا من الاب وبعمل الروح القدس صنع مشروع الفداء العظيم، واول شيء بيتفدي هي النفس. فداء الشيء هو استرجاعه، هو استرداده، يسترد نفسي لكي يضعها في مناخ معين وفي علاقات معينة وبحب معين، حب معين مع الله ومع الآخرين، بحيث أن إمكانياتها تتفجر وتطلع وتتطور، وأصل في النهاية لحاجتين: أكون نفسي، ما بقاش نسخة من غيري، ما بقاش مسخ من واحد تاني، لكن كمان أبقى النفس القادرة على تحقيق الخطة والقصد اللي الله خلقها من أجله. هذا هو فداء النفس. ويبقى أخيرا ما هو إنكار النفس. إنكار النفس مش أنه يقعد آخر صف، من فضلكم. إنكار النفس ليس الاختفاء ولا الاختباء ولا التواري إطلاقا. يسوع المسيح كان في المقدمة دائما. يسوع المسيح كان رجل حرب، مش حرب بالمفهوم الغبي، لكن رجل صراعات. قال له الفريسيون: اذهب من هنا، هيرودس يريد أن يقتلك. المفروض الواحد ينكر نفسه ويستخبى. عمل كده يسوع؟ فاكرين عليه؟ اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني اليوم أشفي وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. لا يهلك نبي خارج عن أورشليم. عملاق. إنكار النفس ليس هو تقليل قدرها، إنها حماقة أن تقلل قدر شيء مات المسيح من أجله. أقول تاني، إنها حماقة أن تقلل من قدر شيء مات المسيح من أجله. المسيح مات من أجل نفسي، فمن الحماقة أن أقلل من قدره. وعلى فكرة كل اللي شفتهم بيقللوا من قدر أنفسهم حللتهم نفسين وطلع كبرياء، إنه كبرياء دفين في القلب. بصولي أنا المتواضع، وهكتب كتاب عن تواضعي
عنوانه المتواضعون 100 وأنا أعظمهم. دي نكتة المفروض تضحكوا فيها بس خلاص تعبت. لكن إنكار النفس طبقا للمفهوم اللي قاله المسيح ببساطة جديدة، ببساطة جديدة أقولها، ما تنافسش ربنا اشتغل معاه. سهلة، ما تنافسش ربنا اشتغل معاه. هو يا إما ملكوت ربنا يا إما حضرتك تبني ملكوتك. أنا شايف أنه من الحماقة أن ربنا يكون بيبني ملكوت واروح أنا واخد بعض وعامل ملكوتي. واللي ثبت فعلا أن اللي بيبنوا ملكوتهم غالبا بيشتغلوا مع إبليس في مملكته. إنكار النفس هو أن أقرر ألا تكون نفسي مرجعيتي، ألا تكون نفسي غرضي وغايتي، لكن أن تكون نفسي عاملة مع إلهي. وإذا اقتضى العمل مع إلهي أن أحمل الصليب كسيدي فسأفعل هذا، سأسير خلفه وسأمشي معه وسأندمج في عمله حتى لو كانت التكلفة هي إني أموت مصلوبا. إن حمل الصليب هو توجه العمر كله، بمعنى أني سأتبعك مهما كانت التكلفة. ده إنكار النفس. إنكار النفس مش تقللها، بالعكس أنا بقول للشباب دايما النفس تقدمة هنقدمها لله، ما يصحش نقدم له تقدمة معيوبة. مظبوط، لو أنت دكتور وهتقدم طبك لربنا، طب بتاعك، أرجوك خلي الطب بتاعك أحسن طب، وخلي نفسك أحسن طبيب عشان أنت هتقدم نفسك للرب. لو مدرس خليك أحسن مدرس، لو تلميذ خليك أشطر تلميذ، لأنك في النهاية هتقدم نفسك ذبيحة للرب، فما يصحش تقدم له ذبيحة معيوبة. مش هنقدم لربنا الكسر، مش اللي مش ناجح في شغله يروح للخدمة، مش اللي مش لاقي أكل عيش يروح يخدم، لا، عيب عيب وألف عيب. لكن هكون الأفضل من الأفضل من الأفضل، وبعد ما أكون الأفضل أقدم نفسي ذبيحة لإله لأنه يستاهل. عيب ما تقدمش المعيوبة. إنكار النفس مش إني أقللها، لكن ألا تفكر منها ولها. يعني لا تفكر منها، يعني بشوف ناس كل أفكاره نابعة من أنه بيدور حوالين، يعني نقطة الانطلاق في التفكير هي يعني هاخد إيه من ده، لو رحت هتعز ولا مش هتعز، تخيل حتى في الكنائس، لو رحت هتعز ولا مش هتعز، لو خدمت الخدمة دي هستفيد ولا مش هستفيد. الانطلاق في التفكير يبدأ من النفس. إنكار النفس، لا تنطلق من النفس مفكرا، انطلق من ما لله وليس ما للناس. قال له اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. عرفت النفس، عرفت يعني تخسر النفس، تتحلل، لا تنسجم مكوناتها، يبقى فكره في حتة ورغباته في حتة وإرادته في حتة، ضايع من جوه، ألوش فيه من جوه ملاقيش، ألاقي صوت من بره، ألاقي منظر من بره، بس أدور على شخص من جوه فعلا لا ألاقي فكر ولا ألاقي عقل ولا ألاقي شخصية ولا ألاقي رسالة بيعيش من أجلها ولا ألاقي علاقات محيية. حاجة 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 مرة بعيد عنكم. يعني شوية الأفكار اللي عنده أفكار عمره ما امتحنهم، شوية المعتقدات ورثهم، الرسالة اللي بيأديها عمره ما اختارها، هو ماشي مع اللي رمته عليه الدنيا والظروف، علاقاته ثقل على اللي حواليه. ايه ده، ايه المصيبة دي؟ اهو ده اللي خسر نفسه، خسر نفسه. ربح النفس ان تستعيد اليها وتستعيدها الى شخصية قوية، كاركتر، رسالة مثرية للآخرين، وحلقات فيها انتمسي، فيها مودة حميمة مع الله ومع الآخرين. فداء النفس هو العمل الذي يجريها الله في مشروع الفداء في يسوع المسيح لاسترجاع النفس للوضع الذي قصدوا لها. وإنكارها ليس أن تقلل من نفسها، لكن أن لا تنافس الله. خد، تعالوا بينا نقف نرنم مع بعض، وأنا هقول لنفسي، يا نفسي يا بختك بإلهك،
قبل ما نصلي مع بعض، قسيس سامح عنده إعلان هيقوله وبعدين هناخد وقتنا مع بعض 10 دقائق. عايزين ننفتح على عمل روح الله ليسترجعنا ويشفينا. سوري للوقفة ديت، لكن عشان احنا على الهوى فضل لنا اسبوعين على مؤتمر One Thing بتاع الشباب، وزي ما اعلنت ان احنا قررنا بنعمة ربنا وبالإيمان ناخد الخطوة ديت، ان المؤتمر ده يتعمل في موعده من 21 الى يوم 23 في بيت الوادي، والدعوة مفتوحة لكل الشباب اللي عايز يدي حياته ويكرس حياته للرب ويعيش للرب بكل إخلاص. لإخواتنا اللي في المحافظات اللي وصلت لهم أرقام معينة، احنا فتحنا الباب أكتر للمدن بتاعة الحصاد اللي بنعمل معها، فأرجو للمندوبين ان يتواصلوا مع لجنة النظام المسؤولة، لأن احنا بنعمة ربنا عايزين عدد أكبر بالذات من مدن الحصاد اللي بنشتغل معاها وفيها بوتنشال هائل لخدمة الشباب، اننا نزود الأعداد ديت ونشجعهم لحركة قوية جدا في كنائسهم وفي مدنهم لمجد الرب. النهاردة باب الحجز مفتوح، صح؟ النهاردة باب الحجز مفتوح والتذاكر موجودة، ونقدر نحجز ونقدر نشتري التذاكر بتاعتنا. المؤتمر ده للشباب، فكل من له قلب شاب أهل وسهلا، بس هو للشباب يعني من الآخر، يعني هو للشباب وعايزون يفضل للشباب، لكن أهلا وسهلا لكل من يحمل قلب شاب وعايز يدي كل اللي عنده لمجد ربنا. تابعونا من فضلكم، لأن البيانات هتتغير، ومش هتتغير يعني هتبقى بنحدثها. فيش ايه؟ مفيش اتوبيسات هتبقى على الهواء، يعني مفيش مواقف، فمش هتقدر تروح وتشتري تذكرة. اللي عايز يروح من فضله يقطع تذكرة، هنقول له يركب منين عشان النظام الامني، فمش هتبقى فيه مواقف واتوبيسات واقفة. واللي عايز يروح، العربيات هي اللي مفتوحة، بعربيتك تيجي هناك، فالعربيات هتبقى مفتوحة طول الثلاث ايام لاي حد عايز يجي، لكن مفيش مواقف اتوبيسات. اللي عايز يروح بالاتوبيسات لازم يحجز بدري ويقطع التذكرة، واحنا هنتصل بيه نقول له هتركب منين. اشكركم. خد الدقيقتين اللي جايين فكر في نفسك، فكري في نفسك. الهم كله، الاهتمام كله بأكلي وشربي، ظروفي، وظيفتي، مرضي. أرجوكم الدقايق اللي جاية خلينا نسأل عن أخبار نفسك. أين نفسك؟ أين نفسك؟ وماذا تنتفع لو ربحت العالم، العالم وخسرت نفسك؟ اليوم فرصة لبداية جديدة في بناء مشروع النفس وفداء النفس. سلمها له، هيطبطب عليها، هيشفي جروحها، هيغسلها، هيخيط الحاجة المفتوحة، هيكبر المكسورة، هيوقف اللي وقعت. نفس، النفس الثمينة المخلوقة على شبهه جواك، هي أنت، ملهاش غير طبيب واحد اسمه يسوع، أحبها ومات من أجلها، عرف خباياها، عرف أعماقها، يعرف خريطتها، يعرف أين وجعها وكيف يعالجها. قدم له نفسك وسلمها له وخليه يشتغل فيها. سلمتك سيدي نفسي يا ملكا. سلم، سلم بصدق بإيمان. القلب إخوة
باسمك افعل بي ما تشاء. يكون هذا الصباح صباح مغير في حياتك، تسليم النفس، فعل إرادي مستمر، سلمتك سيدي نفسي اللي النهاردة عرفت قيمتها وعيني اتفتحت على عيوبها وجراحها ومشاكلها. عندي مشكلة في أفكاري، عندي مشكلة في عقائدي، عندي مشكلة في علاقاتي، عندي مشكلة في إرادتي الحرة، في رغباتي، في مشاعري. صلي معايا، قل له أنا متفكك من جوه، لمني، ضمني. أنت اختبرتني وعرفتني، عرفت جلوسي وقيامي، محدش في الدنيا عرفني زيك، محدش في الدنيا بيسأل علي غيرك. انت جايبني النهاردة قدامك علشان عايز تسأل عني، عايز تعرف اخباري، وانا بقول لك اخباري وحشة، انا تعبان وانا محتاج لك حبيبي يا يسوع. عندي 100 اعلان بيأكد انك بتحبني، انك مشغول بيا، انت مشغول بنفسي واللي جرالها، والنهارده جاي تسال عن سلامه نفسي، وانا بقول لك هي تعبانه، هي مريضه، شخصيتي مش راضي عنها، علاقاتي مش راضي عنها، رسالتي مش لاقيها، انا مش لاقي نفسي. ممكن تلاقيني انت وتردني؟ ممكن ترجعني ليا؟ ممكن تخلصني يا مخلص النفس، يا فادي النفس ومسترجعها، يا فادي، يا رجل الحرب، يا جبار في القتال، اخرجني من براثن عدوي، ارجعني، اخرج رجلي من الشبكة، اكسر الفخ واطلقني، حطم القيد وحرر نفسي. نفسي مقيدة، أنا ما بتقدمش، أنا ما بنموش، أنا ما بأثرش، أنا مش عارف نفسي، حتى مش عارف لها شكل وملامح، أنا مسخ من الطايفة بتاعتي، مسخ من اللي حواليا، أنا نسخة من عيلتي، ده أنا وصلت أني كرهت نفسي. لكن النهاردة جاي لك أيها المجروح، أيها المحب، أيها الراعي، خلصني، خلصني، you.
معايا ومن حقك تحلم. احلم معايا بشخصية قوية. صلي معايا. قل له أنا رافض إن ما يكونش عندي شخصية قوية. ده من حقك. من حقك. من حقك. عايز أبقى زي بطرس اللي بيقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. عايز أبقى زي يوحنا الذي صمد وثبت وهو شيخ كبير يقبل النفي ولا ينكر المسيح. عايز أبقى زي هؤلاء الشهداء القديسين اللي قبلوا الذبح والموت بقوة وثبات. عايز أبقى مش طفل مضطرب محمول بكل ريح تعليم. مش عايز أبقى أفكاري أفكار الموضة وكل موضة تاخدني وتشيلني وكل موجة ترفع وتحط. وعايز رسالة يا رب. مش عايز أيامي تبقى شبه بعضها. ومش عايز لو كتبوا على قبري في يوم من الأيام عنوان يقولوا دخل العالم وخرج ولم يترك أثرا. عايز أكون مؤثر في هذه الحياة. أعطني رسالة. أنت خلقتني لأجل رسالة. اشفيني. اشفي علاقاتي. هو إيه الحكاية؟ أنا عايش طول عمري يا بتجرح يا بجرح. إيه المصيبة اللي أنا فيها دي؟ إمتى أشفى؟ إمتى أشفى وأبقى قوي؟ بعرف أتعامل كويس مع جرحي وبعرف أدخل في علاقات مع الناس من غير ما أجرحهم وأتعبهم وأبقى ثقل عليهم. رجع لي نفسي يا رب. أنا واثق إن محدش هيعمل معايا كده إلا أنت يا مخلص. لمسك حياة تلبس بإيدك أنت. أنت الإله. أنا عندي ما تلمسني الآن. تشفيني الآن. لو هلبس ثوبا أنت الحنان.
تروح للمصلوب وتوحد معاه وهو يحمل جراحنا ويحمل أثامنا ويحمل أمراضنا هناك، هيا توحد به. إنه يدعوك، فاتح ذراعي على الصليب يدعوك، اقبل الدعوة، ادخل تحت غمر دم الصليب، خلي دم المصلوب يغسلك، وخلي روح الله يوحدك مع المصلوب يسوع. لو توحدت معاه مصلوب تتوحد معاه مقام من الأموات. إذا مت معاه هتحيا معاه. خليه يضمك، يضمك في صليبه، في صليبه قوة شفاء، في صليبه قوة تحرير. قل له يا رب مش هخرج من هنا إلا وأنا في حضنك، عشان أشفى في شخصيتي، في علاقاتي، وفي خيبة الأمل اللي أنا عايشها، مش لاقي المعنى لحياتي ولا لاقي طعم الأيام، كله شبه بعضه، مش عارف أنا عايش ليه. لا 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 لا، أنا رافض ده، اشفيني، ده اللي أنا محتاج منه شفاء. في صليبك قوة الشفاء. تحت الصليب بركع عندك وتأمل في جراحاتك، أنا بجيلك بجروحي وعارف إني شفائي فيك، حتى لو كان الرأس صغير، حتى لو كان الكل مريض، أنا بجيلك بجروحي وعارف اني شفائي فيك. بجلدتك شوفي يسوع، يا بختي بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفي حبيبي يسوع، بجلدتك شوفي. النساء لم تغتفر والجرح في القلب حفر، حتى لو كان بقاله سنين إيماني فيك انت معيد. كل نساء لم تغتفر والجرح في القلب حفر، حتى لو كان بقاله سنين إيماني فيك الله بجمع طيانة، وحنصرفكم بسرعة عشان غالبا لازم تاخدوا سندوتشات وترجعوا تحضروا بقية العزة، صح يا ماهر كده صح؟ وحنأجل الصلاة على الطلبات دي للاجتماع التاني عشان نجمع كله مع بعضه. فواضح النهاردة مؤتمر مش مجرد اجتماع صباح الجمعة. نشكر ربنا لأن احنا أعلننا من أسبوعين عن القرار بتاع One Thing، وعن احتياجنا لتبرعات وتقدمة ان نغطي العجز في الناس اللي بتيجي من خارج
القاهرة وبتقيم في بيت الوادي اللي ما قدروش يتحملوا التكلفة الكبيرة دي. نشكر ربنا ان في جزء من العجز تسدد لسه في شوية، لكن عندنا ايمان وتوقع انه اللي ربنا عايزه دايما ربنا بيتحمل تكلفته. فالاحباء اللي لسه عندهم اي تبرعات خاصة ويحبوا يوجهوها للمؤتمر ده بنرحب بيهم. كمان منتجات الوادي في طريق خروجنا. افتكر بعد وقت قليل هنقدر نحتفل بافتتاح المركز الكتير الجديد اللي كان بيت الراعي لسنوات طويلة جدا، وقررنا تحويله الى مكان للخدمة يخدم البايبل كوليدج أكاديمية الفخاري اللي الكنيسة ابتدتها هذا العام، ويخدم بقية المجموعات والخدمات اللي الكنيسة بتقوم بها. نشكر ربنا على التطور الكبير اللي حصل الفترة اللي فاتت. يمكن بعد أسبوع أو أسبوعين نحتفل بافتتاح هذا المكان. وإحنا بنجمع عطيانا، اسمحوا لي نقف ونكمل جمع عطيانا ونختم بالترنيمة دي مع الفريق، وبعد الصلاة الربانية. وعندكم تلت ساعة صح؟ ساعة واحدة مش كده؟ وعندكم تلت ساعة تسلموا على بعض وبعدين تقعدوا، غالبا يا دوبك سلموا على بعض وبعدين تقعدوا. صدي يا يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاحة، في بلائي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة. صدي يا يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاحة، في بلائي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة. انت الصلاة الربانية. اسمعنا يا أبانا ونحن ندعوك بدلة البنين قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم الآن وإلى كل الدهور. آمين.